على ان صاحب الصورة ديت هو اللي خطف البنت؟ ايوه هو. انا شخصيا متأكد منه 100%. ابراهيم سيد العقدة الشهير باسم فرانس، سنه 32 سنة، اخطر مجرم في حوادث النصب والسرقة والسطو، متخصص في فتح الخزن وسرقة البنوك. وصل قبل احترافه الإجرام إلى مرحلة التعليم الثانوي، يتكلم بعض اللغات ويجيد التنكر. حكم عليه مرة واحدة بالسجن 10 سنوات، وقضى المدة وأفرج عنه من سنتين. خذ حرص ظبط، تنشر صوره في جميع الجرائد والمجلات، واعلن عن مكافأة 2000 جنيه لمن يقبض عليه أو يرشد عنه. حاضر يا فندم. اتفضل. عمري هو اللي عملها، اتلم على فرانس وفضلوا مستنيين لغايه ما سوينا المساله وخلاص هناكلها وراحوا خطينها مننا. اول بنت كان خلاص هيدفع ال5000 جنيه هيدفعهم. انا مش مجنني غير فرانس، خد البنت وانا واقف، فات من تحت درسي. يا معلش، انا وهو والزمن طويل. ما تسيب الشغلانه دي وخلاص. مش ممكن، رجالتنا لازم يدوروا عمري ويجيبوه من تحت الارض. هو اللي هيدلنا على مكان فرانس. اكتب عندك ويتنفذ في الحال. في الحال. خير يا ابراهيم. صباح الخير يا فندم. يا مجدع، انت الظاهر ما نمتش خالص الليله. البنت فضلت تعيط طول الليل، وفين وفين عقبال ما حيلتها وسكتت. هي فين؟ جوه يا فندم. لا سيبها. انت دلوقتي نجحت في النص الاول من الخطه، المهم انك تنجح في النص الثاني. وده بقى يا سعاده البيه، انك تدخل في وسط العصابه وتبقى واحد منهم، واول عمليه يعملوها بعد كده تبلغنا فنظبطهم متلبسين هم والراس اللي بيتحركوا. اتفضل. العفو يا فندم. اشرب يا راجل، انت بقيت واحد مننا خلاص. مين كان يصدق يا ابراهيم؟ فعلا يا بيه، من فرنسا النصاب العالمي اللي كان مدوخ حضرتكم يصبح بقدرة قادر ظابط كبير قد الدنيا. احنا اخترناك بالذات لانك نبيه وفهلوي وشجاع، وفي نفس الوقت متأكدين إنك بقيت إنسان شريف ومواطن صالح. البركة في ابني، من يوم ما فقد بصره أنا قلت ربنا عماه علشان ينذرني، فبطلت الإجرام. الحمد لله بكسب دلوقتي من عرق جبيني، وكل همي آخد منكم 2000 جنيه المكافأة علشان أعالجه وأرد له بصره.